زي ما انا اخشى بقى، اخشى ان يكون ايلون ماسك بيتنازل، تبقى مشكله بالنسبه لي جدا. اقول لك ليه بقول الكلام ده، تيجي تقول لي علاقه ايلون ماسك بالموضوع، اقول لك طبعا احنا كلنا عارفين ان السوشيال ميديا الحقيقه وللاسف الشديد كانت شديده الانحياز للجانب الصهيوني في هذه الحرب. احنا شفنا مجموعه ميته وهي منحازه بشده لدرجه ان الناس بقت بتعمل العمايل وتفعل الافاعيل لاجل انه يقدروا يعملوا بوست وينزلوا فيديو ويعملوا تقرير الى اخره وينشر على شبكات التواصل الاجتماعي التابعه لميتا. اما اكس تويتر سابقا فالحقيقة كان يترك أي حد من الجانبين يصول ويقول كيفما شاء، لكن عم إيلون ماسك خد بعضه وراح قعد مع بنيامين نتنياهو، بينهم لغة مشتركة مبدئيا هي لغة التكنولوجيا قبل لغة السياسة، لأنه بنيامين نتنياهو بالمناسبة هو خريج MIT اللي هو ماساتشوستس انستيتيوت فور تكنولوجي، أكبر معهد للتكنولوجيا في العالم. ده نتنياهو، وإيلون ماسك هو من هو معروف يعني، ففي لغة مشتركة ما. بس السؤال، الاتفاق اللي بيتعمل والاستخدام بتاع ستارلينك من جانب شبكات الاتصالات الإسرائيلية وبتاع، هل ده هيدفع إيلون ماسك إلى أنه يتنازل؟ سؤال مهم خلونا نطرحه على الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل. أهلا بك يا دكتور عماد. أهلا بك، تحياتي لك أستاذ يوسف لجميع المشاهدين والمستمعين. تحياتنا ليك يا دكتور عماد. ويمكن في حديث حول مسألة لقاء إيلون ماسك ببنيامين نتنياهو، وأنه يعني في هناك مباحثات أو اتفاقات بشأن أنه الجانب الصهيوني يستخدم ستارلينك التابعة لمجموعة إيلون ماسك إلى آخره، ولا أنه قد يكون هناك اتفاق متعلق بالكتابة حول هذه الحرب عبر منصة إكس؟ هل تتوقع انه هذا الموضوع تم وضعه على طاولة الحديث؟ هل تتوقع انه إيلون ماسك من الممكن ان يرضخ لضغط ما؟ من الواضح بمجرد قيام زيارته لإسرائيل وقيامه بزيارة ما يسمى مستوطنات غلاف غزة، وشاهدته وهو يقوم بتصوير ما حدث في 7 أكتوبر، وعمليات يتبنى وبدأ بتبني الرؤية والرواية الصهيونية، وبالتالي عمليا ومنطقيا كان الأجدر به وحتى الأجدر بقيادتنا كان أن يتم دعوته لزيارة حتى قطاع غزة من جانب الفلسطيني أو ترتيب زيارة له، لكي نقول بأنه عمليا يجب أن تكون هناك حالة من التوازن. لكن بمجرد أن تأتي إلى إسرائيل وتزور هذه المناطق تحديدا وتقوم بالتوثيق والتصوير لها بهذا الشكل، معناته واضح انك انت بدات تنغمس وتنخرط في الروايه الصهيونيه او الروايه الاسرائيليه في هذا الموضوع. واحنا بنعرف انه اسرائيل عمليا يعني بيجوز احنا كفلسطينيين وكعرب نركز على البعد الشعبوي، بمعنى احنا نركز مثلا ونفتخر بقيام مظاهرات في لندن عددها 250,000 او 300,000، قيام مظاهرات في نيويورك عددها 100,000، وكان بحال نحاول ان نكسب هذا التعاطف الشعبي ونبني على الراي العام، والراي العام يقوم بالضغط على صانع القرار الامريكي او البريطاني او الاوروبي. الصهيونيه واسرائيل عمليا بالعكس تماما، تقوم بالتركيز على مفاصل النظام السياسي سواء كانت في المانيا ولا في فرنسا ولا في امريكا، بمعنى اللوبيات الضاغطه، مراكز الضغط، مراكز الابحاث، الاعلام، الفضائيات هي تحت السيطرة الصهيونية. ومن هنا نتحدث بأنه إسرائيل وقبل الحركة الصهيونية تجيد لعبة الإعلام وتجيد بالضبط من أين تؤكل الكتف وكيف توجه خطابها الإعلامي ولمن توجه الخطاب الإعلامي. ونلاحظ انحياز الإعلام الأمريكي على سبيل المثال على مدار كل صراعنا مع إسرائيل منذ عام 1948 لليوم، انحياز كامل في الإعلام الأمريكي اتجاه إسرائيل ولصالح إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانحياز الرواية الصهيونية. شفنا هذا العدوان الأخير على قطاع غزة، ليس العدوان الأول، هو العدوان الخامس، وجميع العدوانات السابقة منذ عام 2008 لهذا العدوان، والفضائيات الأمريكية والإعلام الأمريكي يردد ما تقول الرواية الصهيونية. حاولنا الآن في أواخر الأيام الأخيرة بالعدوان الأخير على قطاع غزة حدوث اختراق
جزئي لهذه الرواية الصهيونية، وحدث نوع من الحراك داخل المجتمع الأمريكي، يقول لا نقول عنه تغيير جذري أو حراك ثوري بحيث أنه انقلبت الإدارة الأمريكية على إسرائيل، لا، على الأقل لم تعد إدارة بايدن متعاطفة تماما، متبنية تماما للرواية الصهيونية مثل ما حدث في 7 أكتوبر عندما توافد وتقاطر بايدن ثم وزير خارجيته ووزير دفاعه والكل أبدى حالة التعاطف المطلق مع الرواية الإسرائيلية دون الحديث نهائيا عن الموضوع الفلسطيني أو الرواية الفلسطينية. ثم بعد ذلك بأيام بدأنا نلاحظ أنه لا، بايدن بدأ يتحدث عن الأفق السياسي، بدأ يتحدث عن ضرورة إدخال كمية المساعدات، ضرورة أن تكون إسرائيل أو توجه ضرباتها بطريقة أكثر دقة للمقاومة وليست للضحايا والأبرياء والكنائس والمساجد والجامعات والمستشفيات. ومن هنا نقول أن الناحية الإعلامية نعم إسرائيل تراهن عليها، الرواية الصهيونية الإعلامية تشتغل عليها إسرائيل كثيرا، تعمل عليها إسرائيل كثيرا، وهي الرواية التي حاولت دائما وتحاول دائما أن تروج لها وتروج إلى إسرائيل، يعني شفنا باسكو هو يزور المستوطنات غلاف غزة وحالة التعاطف الموجودة، بينما لم يشاهد 20,000 شهيد، لم يشاهد 40,000 جريح، لم يشاهد 1,000,000 مشرد، لم يشاهد المستشفيات التي تقصف. وبالتالي هذه هي القضية المهمة التي يجب على الإعلام الفلسطيني والإعلام العربي أن يتنبه لها، ونبدأ بالترويج لهذه الفكرة من روايتنا الفلسطينية وهي الرواية الدقيقة. وحتى شفنا موضوع الأسرى الإسرائيليين، معاملة الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية، وعلى العكس تماما كيف تعامل إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسيرات الفلسطينيات وخاصة الأطفال الفلسطينيين. صحيح. ومن هنا نعم نحن بحاجة لإعادة مرة ثانية ترتيب أمورنا الإعلامية. صحيح. بشكرك جدا دكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل.